نظمت الرابطة الولائية للكاراتيدو والنادي الرياضي سقور تندوف البطولة المصغرة الأولى للكيميتي فردي أصناف كتاكيت وبراعم وأساغر وأشبال ذكور وإناث بالقاعة المتعددة الرياضات بن طالب وفلجة تحت شعار مع اللي نرفع مستوى رياضة الكاراتيدو بولايتنا. بطولة من تنظيم النادي الرياضي الهاوي سقور بالمشاركة يعني تحت تغطية الرابطة الولائية وبين النوادي، تعتبر بطولة بين النوادي، بطولة مصغرة في الكيميتي. المشاركين يعني عندنا المشاركين عندنا 120 مشارك، ناشئين كتاكيت أصاغر أطفال وأشبال. نظموا هذه البطولة المحلية في المبارزة يعني خاصة بالكتاكيت الفئات الصغرى، وهذا من باب يعني رفع المستوى التقني نتاع الممارسين لهذه الرياضة. كذلك قمنا بتنظيم تربص محلي ولائي في التحكيم لتحضيرا لبطولات ان شاء الله ولائية وبطولات مشاركة على المستوى الوطني ان شاء الله. المستوى التقني ان شاء الله يتميز نوعا ما بالمتوسط ان شاء الله. غادي ان شاء الله نبداو باختيار كما نقولوا لي بونطالون اللي يمثلوا الولايه خارج يعني يولوا يمثلوا تندوف خارج الولايه يعني في مشاركات وطنيه وجهويه ان شاء الله. البطوله عرفت منافسه شديده وقويه بين النوادي المشاركه، وتم تكريم الفائزين بميداليات وشهاده شرفيه. اسمي عنصر مريم ليان، تحصلت على المرتبه الاولى البطوله نتاع الشابه، وان شاء الله نعاود نديروا الكيميسي ونزيد نربح فيها المرتبه الاولى. حضور المشاركين بقوة، نشكر أولياء الأمور على اهتمامهم بهذه الرياضة، وطبعا نتمنى أنه الرياضة في الجنوب تتطور.